السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه ميني دودو. النهارده عملت الفراخ الاستريبس والرز الريزو زي المطاعم بالظبط واحسن كمان. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل فراخ الاستريبس، بدل ما نجيبها من المطاعم هنعملها في البيت واحلى من المطعم كمان. عندي هنا كيلو صدور متقطع كده صوابع كده طويله، خلي بتاع الفراخ يقطعها لك، او انت جيبي الصدر على بعض وقطعيها زي كده الحجم ده. تمام. خليط النقع بتاعنا بقى، عندنا هنا كوبايه دقيق وعندنا معلقه نشا كبيره، ودي التوابل اللي هحطها على النقع الفراخ. معلقه كبيره كاري، ومعلقه كبيره بابريكا، ومعلقه كبيره ملح، ومعلقه كبيره سكر، ومعلقه صغيره بقى توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، زعتر، وجنزبيل. دي بتاعت نقع الفراخ. تمام. عندي بقى هنا اهو، ده خليط التغليف بتاع الفراخ من بره، كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا، ودي التوابل نفسها اللي انا حطيت منها على الفراخ هحط منها على التغليف بتاع ساعه التحمير يعني. برده زعتر ومعلقه صغيره من كل حاجه، زعتر، جنزبيل، كاري، بابريكا، ثوم بودر، بصل بودر، وملح، وفلفل اسمر، ودي نص معلقه بيكنج بودر. تمام. هحطها على هنا. طيب اول حاجه هعملها هاخد التوابل دي اهي هحطها هنا عشان هنقع فيها الفراخ، وعندي معلقه ليمون ومعلقه خل هضيفهم عليه. طبعا الليمون والخل بيطري الفراخ وبيخليها حلوه قوي ساعه التسويه. ماشي. هنزل بالميه دي شويه بشويه. الكوبايه دي اللي انا عايرت بيها الدقيق لغايه ما يكون عندنا خليط سائل كده شويه زي بتاع الكريب. خدت كوباية المية كلها اهي على كوباية الدقيق، نفس الحجم بتاع المج الدقيق والمية. هقلبها بقى كويس قوي وبعدين انزل عليها بالفراخ. اهي قلبتها بالمضرب كويس قوي. لو حابة تحطي مكعب مرق الدجاج حطي. ننزل بقى بالفراخ عليها. الفراخ طبعا انا غسلتها حلو قوي ونقعتها في ميه وليمون وخل وشويه ملح. بس هنسيبها في الخليط ده طبعا مش اقل من 3 ساعات، ولو حابه تعمليها قبلها بيوم يبقى احسن. تعمليها قبلها بيوم وتبيتيها في التلاجة، تغطيها وتبيتيها في التلاجة تشرب من التتبيلة وتبقى طعمها احلى. اهي ده شكلها معانا. بس اركنها بقى وخليها في التلاجة. ده الخليط اللي هنغلف بيه الفراخ زي ما انا قلت لكم، نفس المج ده دقيق وربع مج نشا، ودي التوابل برضو هنزل بيها، هنزل بيها على الدقيق وهوريكم لما نيجي نسويها بقى نعمل ايه. دلوقتي هعمل الرز الريزو بقى على ما الفراخ تتبل معايا. دي معلقتين زيت، هنحطها في الزبده زي كده. الرز ده بيبقى حلو قوي، طريقته سهله خالص. رز مصري عادي هعمل كوبايتين، يتقدم مع الفراخ الاستريبس في المطاعم. ننزل ببصلايه كبيره مبشوره، مش هنحمرها ولا حاجه، تقليبتين بس، وانزل عليها بالتوابل. الاولاد بيحبوا الاكله دي قوي، اللي عملتها لهم هيطلبوها كل مره احسن من جبنه من المطاعم. هنحط بقى دلوقتي معلقه صغيره من كل حاجه، كركم وكاري، بابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، والملح. ملح طبعا على حسب كوبايات الرز. انا هعمل كوبايتين رز يبقى معلقتين ملح صغيرين.
كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه مغليه طبعا. التوابل اهي، اول ما اشم ريحتها هنزل بالرز على طول. انا نقيته وغسلته، هقلب فيه شويه بس وغاليه ميه في الكتل عشان هنزل عليه بيها. هنزل بقى بمعلقه كبيره صويا صوص، لو عندك عسل اسمر خشي بيعمل ريحه حلوه قوي، لو عندك عسل اسمر خشي بيعمل طعم حلو قوي مع الرز ده. اول ما يشرب الرز هوطي عليه خالص واسيبه بقى يستوي براحته. هروح اتبل الفراخ بقى لما الرز يستوي. معايا بقى هنا جاهز الكفر اللي هحطه على الفراخ، هنا الدقيق اللي انا عملته مع النشا مع التوابل اللي انا حطيتها معاكم اول الفيديو، اقلبهم مع بعض كده. وعندي ميه متلجه هنا، هنعملها زي ما عملناها في الفراخ الكنتاكي. انا عملت الفراخ الكنتاكي في فيديو قبل كده، كانت روعه مقرمشه وجميله. بس كده كله اختلط مع بعضه. هناخد بقى الفراخ من الخلطه دي نحطها في الدقيق، هنشتغل بايدينا احسن، نغلفها بالدقيق كده بس ما نضغطش عليها. ماشي، نفضها من الدقيق وانزل بيها الميه المتلجه، نطلعها تاني انزل بيها في الدقيق تاني. تمام كده بالشكل ده، انزلها وطلعها على طول بالايد الثانيه عشان ما املاش ايدي دقيق، وبالايد الناشفه دي هي اللي هغلف بيها. بالشكل ده تقدري بقى تكرري العمليه مره او اتنين براحتك حسب الكفر اللي انت عايزاه. هكمل بقى الكميه بتاعتي بالشكل ده كله، بعد كده هسخن الزيت واوريكم هنعمل ايه. دي نص كميه الفراخ اهي خلصتها، هحطها في الثلاجه بقى انا ربع ساعه او نص ساعه وبعد كده هبتدي اسويها. واو الرز استوى اهو، شكله روعه، شوفوا ريحته حلوه قوي. حطيت الزيت سخن اهو، الزيت يبقى سخن بس على نار متوسطه عشان تتحمر وتستوي. هي مش تاخد وقت طبعا ولا تتحمر، بس لانها صدور وما فيهاش عظم ولا حاجه.
بس كفايه كده، ما نملاش الطاسه قوي عشان تتحمر براحتها. ما تحركيش الفراخ لما تكون طلعت على الوش كده عشان تكون ماسكه نفسها. بعد كده قلبيها بقى لغايه ما تاخد اللون الحلو اللي انت عايزاه، هنا هيكون دهبي كده. ودي كانت وصفتنا النهارده اهي، ريحتها حلوه قوي مش قادره اقول لكم، شكلها هو بيتكلم عنها. بصوا مقرمشه بس هتلاقوها طريه من جوه، شوفوا فراخ مستويه وحلوه قوي. طبعا احنا بنروح المطاعم بنطلب الاكل ده، احنا مش هنعمل كده بقى خلاص، نعمل الاكل المطاعم في البيت. معانا هنا سلطه الكولسلو، ودوت صوص الباربيكيو، وده مايونيز. اي صوص تحبيه بقى او الاولاد يحبوه حطيه جنب الاكل، ونغير يعني شكل الفراخ اللي بنقدمها. سهل قوي، وهي هي الفراخ هنجيبها وهو هو الرز، بس غيرنا في طريقته. واو حلوه قوي. طبعا قاعدين مبصلنا عايزين ياكلوا. انا معطلاهم. جامده جامده جامده. ان شاء الله جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. اشوفكم فيديو جاي، سلام عليكم.